عاملين ايه؟ وحشتوني والله. معلش انا عارف انا غبت عليكم شويه كده، بس ادينا اهو رجعنا وعندنا ديست تراك جديد لابيو بعنوان كلم كنكه. والديست ده مش على مروان، المره دي ديس على الجوكر، وده اول ديس ابي يوسف ينزله على الجوكر. لحظه تركيز بس قبل ما نخش في الموضوع، انت بتتكلم في ان البيف ده بيتحضر له من ايام تراك ولا ساعتها نزلوا بوستات قعدوا يتريقوا فيها على بعض، وبعدين قال لك ان الجوكر هينزل ديس لحد كتير قوي قوي قوي، وبعدها الجوكر نزل باشا رقم واحد ده مش انت، وبعدها نزل تطلب وما تطلب، وبعدها نزل ثالثه ممكن. مش هحسب رقم واحد ده مش انت على انه ديس، لان هو مش ديس صريح، بس انت بتتكلم في ان في تراكين بعدها ديسات، فانا مستني اللحظه اللي ابي يوسف هينزل فيها ديس على الجوكر دي من قبل ولا كمان. انا مستنيها من ساعه رابر بروديوسر مش بكتب قصايد، وساعتها الجوكر رد عليه وقال له بكتب قصايد وتشرف عمرك ما نلته. البيف المنتظر. الموضوع بالنسبه لي كان هيبقى حاجه زي اندرتيكر ضد شون مايكلز مثلا في الراسلمانيا، ماتش تقيل كده، عشان لما التراك ينزل احبط بشكل صعب. لا يا يوسف، لا مش ده خالص اللي انا كنت مستنيه، ومش ده اللي كل الفانز كانوا مستنيينه. انا يا جماعه راجل ريفيور، بطلع اقول التراك ده حلو عشان كذا كذا كذا، التراك ده وحش عشان كذا كذا كذا. ساعات بحط رايي في الموضوع وساعات ما بحطوش على حسب ما انا عايز. في ناس بتضايق لما بقول رايي، مره لقيت كومنت داخل يقول لي انا داخل لك عشان تشرح لي التراك مش عشان تقول لي رايك وتشككني في رايي، حاسس ان انا عامل له فيديو وبشككه في معتقداته. ولكن بيف زي ده انا مستنيه تحديدا، غير عن كل الاسباب اللي انا قلتها دي، لان الاتنين دول هما اكتر اتنين انا كنت فان ليهم، زائد ان مفيش اتنين عندهم الشعبيه دي في مصر بالحب ده. اكتر فانز متعصبين لرابرز في مصر هما فانز ابي يوسف وفانز الجوكر، وبعد كل ده ابي يوسف ينزل تراك مش متعوب فيه بجنيه. التراك ده خلصان في نص ساعه يا جماعه، رغم ان فانز ابي يوسف كانوا شايفين ان التراك الثالثه ممكن سهل، ما هوش الدس القوي يعني، ده كله داتا يا عم. ابي يوسف تحس ان هو اتخدع بالكلام ده وما تعبش في التراك، استهزأ بالخصم، زائد ان كل اللي بيحصل في موسم البيفات لحد دلوقتي حتى لو في حاجات منه عجباني جدا، بس انا حاسس ان احنا بقينا قاعدين في قاعده على المصطبه، وكل واحد بقى بيطلع في القديم، شوف ده في الموقف الفلاني عمل ايه، وشوف ده في اليوم الفلاني كش ازاي، وشوف ده كان مدمن، وشوف ده كان حرامي، وشوف ده كان مش عارف ايه. طالما كلكم عندكم داتا على بعض، ليه ما بسمعش بانش لاينز الا من رحم ربي؟ وتعريف البانش لاين يا جماعه هو حاجه مهمه قوي. البانش لاين مش لازم يبقى بس في التراكات الراب، اي حاجه انت بتكتبها بتعمل لها سيت اب او بيلد اب عشان البانش لاين. يعني انت ممكن تكتب اربع بارات، ثلاث بارات منهم يبقوا سيت اب والرابع يبقى هو البانش لاين، لو انت قاعد بتجهز للبار اللي هتقتل بيه خصمك. وممكن العكس، ممكن تحط البانش لاين الاول وبعدين تحط السيت اب بعديه فتشرحه، فالمستمع لما يسمع اول بار مش هيفهم الموضوع قوي، بس لما يسمع البارات اللي بعدها هيفهم البانش. وانا مش هديكم مثال من حاجات بعيده، انا هديكم مثال من اكتر تراك عجبني في البيف ده لابي يوسف نفسه. انا قلت ست اول اربع بارات في التراك، قال لك مرحبا بيك في لوس فشخص، ده البانش لاين، وبعدين في البار اللي بعديه اداك السيت اب، قال لك كانت فلوريدا بس انتهت لما نزلنا على بلاشكو. انت لما تسمع اول بار مش هتفهم معناه، بس السيت اب هو اللي فهمهولك، فعرفت ان اللي فوق ده كان هو البانش لاين. البارين اللي بعدهم العكس تماما، السيت اب الاول وبعدين البانش، كل ده لسه مش بتشك في انتمائهم وانت عمال تشد في كل شيء غير انتباههم. البار الرابع الاخراني هو البانش لاين، لان هو اللي فيه الورد بلاي، ده هو ابسط شرح لموضوع الورد بلايز والبانش لاينز اللي منتشر جدا في الموضوع، لان انا شايف ان في جروبات كتير بتتكلم على الموضوع فين السكيلز، فين الدليفري، فين البتاع. باشا احنا بنتكلم في حاجه ابعد من كده بكتير، احنا بنتكلم في ان الداتا بقت بتتقال كده، لان البيف مش موجه لجمهور الراب بس، البيف موجه لجمهور كبير جدا، والجمهور ده مش لازم يفهم البانش لاينز قوي قد ما لازم يعرف المعلومه اللي انت عايز تقولها له. انت عايز تطلع على السر بتاع خصمك، فانت هتقوله في بار سهل عشان كل الناس تفهمه. دي مش لعبة أبي يوسف، أبي يوسف مش بتاع إن هو يطلع داتا بس، أبي يوسف نقطة قوته الحقيقية لما بيتلعب بالألفاظ، لما بياخد كلمة ويقسمها تلات أربع برات، مفيش حد بيعرف يلعب بالكلمة في مصر قد أبيو، لكن لما تيجي في حتة الداتا وأحكي لك بقى اللي حصل وأحكي لك اللي دار، كده إحنا دخلنا في حتة ستوري تيلينج، ودي بتاعت الجوكر، فأنت رايح للراجل في حتته، في منطقته، في لعبته، وسايب لعبتك اللي أنت أقوى منه فيها، فالنتيجة إن إحنا شفنا تراك محبط جدا بالنسبه لي. ناس كتير هتطلع تقول ان انا منحاز وان انا ضد ابيو، انا لسه قايل من 3 ثواني ان اكتر تراك عجبني في البيف ده كله كان انا قلت ست، ولكن كلم كنكه ما دخلش دماغي. وغير كل ده مليان فيك داتا، يعني انت قررت ان التراك بتاعك هيكون مبني على الداتا بس وما قلتش داتا حقيقيه، طب كان لازمتها ايه؟ انا حاسس ان انا رغيت زياده عن اللزوم، فانا هخش في التراك وهتفهموا ليه انا بتكلم كده، وموضوع الفيك داتا ده انا هشرحه لما نخش في التراك اكتر. والمقدمه الطويله جدا دي مش معناها ان التراك سيء، التراك فيه بارات كويسه وعجبتني، البيت كويس،
في وورد بليز ولكنه مش على مستوى التوقعات تماما. ولو قوي دخل راوند 2 بنفس حته الداتا دي يبقى هو بيسلم نفسه للجوكر، لان لا دي نوعيه الدسات اللي فانزك عايزين نسمعوها ولا دي نوعيه الدسات اللي هتخليك تكسب البيف. ولكن حق ربنا انا شايف ان قوي يستسهل جدا، هو شايف ان الموضوع مش محتاج ان احنا نتعب، ليه اقعد اكتب له في ساعتين ثلاثه واهتم بصياغه البانشات واعمل بيت اصيع لما ممكن اخلص التراك في ساعه وكده كده هيجيب نفس الفيوز. خلونا نفصص في التراك اكتر عشان تفهمه اصلا. بعت ولاد دايرتك لاجل الريف لاجل الهره مع الانتاج ومعاه الجوكر على الارشاد، كلامك كذبت وقت ما كنت بتقول الغنحة اللي هو الناس اللي كانت قريبه منك وكانوا اصحابك انت بعتهم عشان راب، عشان هرم يوزع لك اللي هو الشافعي، والجوكر على الارشاد اللي هو انت بقيت بترشد عليهم زي ما في التراك اللي فات قال على اوتاكا اللي غالبا محبوس. وقت ما كنت بتعمل تراكات بتحرم فيها المزيكا والغنى كنت بتفصل في سعر الجرام البودره. لا والبجح يدفع اهل فلوس المصحات، قال التالته ممكن يقصد عدد المرات احمد عبد. وكمان خليت اهلك هما اللي يدفعوا لك فلوس المصحه، والثالثه ممكن ده عدد المرات اللي انت حاولت فيها تتعالج من الادمان. احمد عبيط جوكر خسيس دي صايعه شويه وممكن تكون ما تفهمتش قوي، لان احمد ناصر كان بيلعب على الفرق بين الشخصيتين، بين شخصيه احمد وشخصيه الجوكر، بالذات في تراك انفصام حاد واللي كان كله عباره عن حوار بين احمد والجوكر. هو هنا بيقول لك ان احمد ده عبيط والجوكر ده خسيس، فمن الاخر الشخصيتين بتوعك يقرفوا يعني. وبعدين نتكلم على تراك الاب وقال لك انه كان بيتاجر فيه بشعور اليتيم. انا بصراحه مش متفق مع الكلام ده قوي، لان هو لو كان عايز يتاجر بشعور اليتيم فعلا كان هيعمل تراك عن معاناة الشخص اليتيم وازاي حياته بتتأثر بعد موت والده، لكن مش ده اللي حصل، العكس تماما هو اللي كان بيحصل. زاد ان انا لما اتكلم عن توبك معين في الاغنية بتاعتي فدي مش متاجرة، او على الاقل مش من كل الناس. اللي هو الحمد لله مش زي اللي حسه يستقلقتينه من جوه وصف حالته ليه. هنا هو عمل برين بالتراكين بتوع الجوكر، قال لك الحمد لله مش زي اللي هو حسه، لو انت مش شتيم بس انت بتتكلم عن اليوتما، ولما بتقول طينه انت بتوصف حالتك من جوه. بيك صور زمان حاطط ميك اب على البوز ابن شبرا ازاي ولاجل الفوتو شوت بيحط روج حبايب. انا فاكر كويس ان الجوكر كان ليه صوره بنص وشه العادي ونص وشه بالميك اب، ولكن اللي انا فاكره انها كانت صورتين متركبين على بعض. ولكن زي ما قلنا في حلقات قبل كده ممكن تقول حاجات كتير تهين بيها الخصم بتاعك، ولكن لما انت بتقول حاجات مش صح فانت بتدي له فرصه ان هو يقلبها عليك. سنة لو اعلام في المنتخب انت اوت، نضلك في الميديا ده صفر لسه محتاج تتكون. بص الضحك مطبخ مطبخه في الاعلام. بقينا بنتكلم على حوارات الاعلانات اكتر، والاعلانات هي حته ابيوس، ولكن نفس البار ده قلب عليه البار بتاع مؤذي في البيزنس اللي الجوكر كان قاله في التراك الثالثه ممكن. وفي نفس الوقت ابيو لما بتيجي حوارات الاعلانات دي بيدي نصايح لاخصام لانها شغلانته من قبل جاب اصلا. وحته الاهلي والزمالك طالعين بيغنوا لي لان ابيو وبابلو كانوا عاملين اعلانات بتاعت كاس الامم الافريقيه اللي فاتت مش اللي لسه هتبدا دي، وكان في لعيبه المنتخب بتليبسينك مع الليركس بتاعت ابيو. مطبخكم مش معانا وانت قلت اسم فودا فبتزود مكسبي، راحت عليك اي شركه تانية غيرهم كده يا غبي شوف الحمد. طيب اوكي البار حقيقي، بس انا سمعته قبل كده في نفس البيف اللي فات لما ابي يوسف قال لمروان نصيحه في الاعلان بما انك مستجد لما تقول اسم الشركه المنافسه بتبقى خلفت العقد. فخلاص يا ابي عرفنا والله ان هو لما قال اسم فودا هو كده راحت عليهم، ما انت مش نفس البار اللي استخدمته مع مروان هتستخدمه تاني. قال الاثنين عملوا نفس الغلطه، بس هل دي الحاجه الوحيده اللي انت عارف تقولها عليهم يعني؟ عامله جايه تعرف ليه مطبخكم ما طلبش من غير كنكه او لسه الابي تراكك ما بيضربش. رجعنا لنقطة كنكة، وكنكة هو فرد من أعضاء المدفعجية وده تيم مهرجانات مشهور جدا وبيشتغل في الإعلانات مع كذا حد، وهو اللي كان كاتب ليركس إعلان فودافون بتاع أبي يوسف ومحمد سعد. وأبيو هنا بيقول إن كنكة هو اللي كاتب لجوكر كل الكلام ده بقى، وتحديدا رقم واحد ده مش أنت، ومن غير ما كنكة يكتب لك أو تدسني مالكش هتات، وبالتالي مفيش شركات هتطلبك. قول لي صحيح في حفلة ريتش ده كد إيه اللي حصل؟ سمعت إن الجمهور كان بيشتم فيك وفصل، حتى نزلت أنت أوبنينج للكيس. آه ماشي الاربع مرات اللي وقعوا التراك. انا كنت موجود في الحفله دي على فكره وحضرتها، في ناس شافتني هناك. الاوبننج كان مروان موسى ما كانش الجوكر، فابي يوسف هنا غلط لما قال ان الجوكر نزل اوبننج للكيس. ده اول، وثانيا الجمهور ما شتمش الجوكر، التاتش الوحيد اللي حصل ان الجمهور كان عايزه يغني تراك سلمى، والجوكر قاعد يقول لهم طب اغني سكان الليل، طب الرقصه الاخيره، هم قعدوا يقولوا سلمى، فغنى سكان الليل عادي. حتى بعد ما اتصور وخلص اللاين بتاعه قال لهم سلمى تراك وحش ما تسمعهوش. لكن مفيش شتيمه حصلت لان الناس اللي جايه كانت جايه للاثنين دول. ريتش ذا كيد شهرته مش كبيره قوي في مصر، والناس القليله اللي انا قابلتهم هناك اللي كانوا متفاعلين معاه، وفي ناس كتير قوي مشيت في نص اللاين بتاعه منهم انا. وكلمه حق اخيره تراك رقم واحد مش انت اتغنى في الحفله مرتين، وكان اكتر تراك الناس بتهايب معاه. وساسا ودي النقطه الاخيره، الشركه المنظمه طلعت قالت ان احنا لما عرضنا الحفله دي على ابو الانوار هو وافق، حتى لما عرف ان سعر الحفله قليل كان موافق عشان كان في انترناشونال ارتست وكان متحمس، ولكنه رفض ان هو يكمل في الحفله عشان ما كانش عايز يبقى افتتاحيه الحفله لمروان موسى، وطلب منهم يبقى لاينه قبل لاين مروان، وهما ما اتكلموش مع مروان في الموضوع، وبعدها اتقطع التواصل بينهم
وقالوا ان خلاص مش مهمة بالانوار وهنكلم الجوكر. يعني الاربع مرات دول فيهم تلات معلومات والتلاتة غلط، غير ان موضوع كنكة اللي مبني عليه التراك كله اتكذب من كنكة نفسه. طلع في لايف وقال انا ما كتبتش تراك رقم واحد، ده مش انت زي ما ابيو بيقول وماليش دعوة بيه. ممكن تكون معلومة ابيو هي اللي صح وكنكة متفقين معاه ان هو ما يقولش، لكن لما انت تحط معلومة زي دي عارف انها ممكن تتكذب بسهولة، فانت اللي حطيت نقطة الضعف في التراك بنفسك. طلبني فرحت له بس حسيته في السذاجة، قلت اكيد هتليق عليه اقتراحتك فجابك، عملت انت الاعلان وفي الاخر ما اوكي. رجعنا لنقطة اعلان بيبسي مع الشافعي. النقطة دي ابي يوسف قالها في تراكات كتير قبل كده وفي انترفيوز وفي ستوريز وفي كل حاجه تقريبا، ان الشافعي هو اللي طلب ابي يوسف في الاعلان، ولكن ابي حس ان الاعلان مش جاي مع سكه فاقترح الجوكر، والجوكر راح وعمل الاعلان مع بيبسي والدنيا عاد. ومن ساعتها الجوكر والشافعي بيشتغلوا مع بعض لحد دلوقتي، لان شركه بيزمنت ريكوردز اصلا مملوكه لحسن الشافعي ومحمد الشاعر، واشتغلوا بعدها في تراكات زي في اختلافنا رحمه. وقعدت اسجل اسبوعين ولما التراك نزل استنيت فلوسي وما بتجيش، بمعنى ان القانون لا يحمي المغفلين. طب همشي معاك ان الكلام ده حصل، ليه الجوكر هيشتغل مع الشخص اللي نصب عليه وما ادالوش فلوسه كذا مره بعد كده ولحد النهارده؟ والله يا جماعه انا مش متحايل على ابيو، ومش قصدي ان انا اطلع القطط الفطسه، ولا انا منحاز، ولا بجد بتبقى واخده، ولا الكلام الاهبل ده كله. انا كل ما لقيت بار حلو في التراك بقوله، لان انا بحس ان وانا قاعد هنا وبتكلم معاك وبقول لكم معلومات دي امانه من ربنا. لو في حاجه وقعت مني سهوا دي غصب عني، لكن انا مش هيبقى قدامي حقيقه وانكرها او اخبيها او اداري او اجي على حد عشان حد. انا بعمل الموضوع ده كله جاست فور فن. عايز تصدق براحتك يا باشا، مش عايز انت حر. وكده كده هيبقى في كومنتس بتقول لي انت منحاز للجوكر ضد ابيو، وان لو انا انتقدت كتير في الفيديو ده فده عشان على قد الحماس اللي انا كنت حاطه على قد الاحباط اللي جاي. كازوزه غصكو الحكم صفر ترافكو لسه هشه الفاتكو الدكتور داخل الحلبه بيحوش فقمت طرد صوتك عمري ما. اوكي البار ده فيه تشبيه شويه من ماتشات المصارعه، لما بيبقى الحكم وقع وفي مصارع ماسك الناس كلها عمال يضرب فيها وناس تدخل تحوش بيقوم ضربهم حتى لو منهم الدكتور او منهم حكم تاني. فشل في الاندر جراوند زي الفشل في الميديا، مش قادر حتى تخيلك بتغني اعلان ايديال، ممكن اعلان لبن تبقى انت الوحيد. اوكي البراد دي عجبتني، وفكره ان هو بيلعب على نقطه انت مش جذاب للاعلانات، انت مش برودكت ماتيريال، انا مش قادر اتخيلك في اي اعلان انت ممكن تعمله لان انت مش شخص روش كفايه للاعلانات، بل انت ممكن تبقى النموذج السلبي اللي هو لو ما شربتش لبن هتبقى زي ده، وما تجربش المخدرات عشان حتى لو بطلتها هتبقى اهطل. مع ان موضوع المخدرات ده مش عاجبني ان هما الاثنين بيتكلموا فيه، لان انتوا الاثنين بتقولوا على بعض ان انتوا كنتوا بتشربوا مخدرات، فاي بار هتقوله على التاني هيجي في وشك سواء من ابي او من الجوكر. الصياغه الوحيده اللي ممكن تحصل ان واحد يستقبل الموضوع فما يخليهوش نقطه ضعف، لانها ساعتها حاجه ما بيقدرش خصمك ان هو يستغلها قدامك. خدك تشرب ويفكرك اما بولو كلك قلم. بولو ده كان رابر قديم من الصين وكان بيعمل بيتات وكان بيصور كليبات، واللي اعرفه ان هو لسه شغال لحد دلوقتي في الخليج او حاجه، وكان من صحاب ابي يوسف. فابيو هنا بيفكره بخناقه قديمه وبيقول له خدك يشهد لما بولو كلك قلم. اوكي داتا قديمه دي وحلوه تقدر ان انت تستغلها. ياما شتم مهرجانات وفي الاخر غناها، ويا ريت هو اللي كتبها، لا ده من كنكه اتمليها. هنا النقطه بتاعت رقم واحد ده مش انت، ان انت مش كاتب التراك لنفسك، ده كنكه هو اللي كاتبه لك. طلع لقاء مره كسف نفسه وقع من على البيت، رجع قال لي فانزو على الجروب، لا مش غلطتي اعترضوا على بهدلتي. اوكي موضوع اللقاء ده حقيقي، الجوكر قبل كده طلع في برنامج وقال له ما تغني لنا حاجه كده، فكان البيت شغال في حته وهو بيغني في حته ثانيه اصلا، ساعتها قال ان مهندس الصوت هو المشكله، ولكن مش ده المهم، المهم ان انت طلعت والنتيجه ما كانتش كويس، ده استغلال كويس للداتا وفي بانش لاين، ولكن للاسف الحلو ما يكملش لان البار اللي بعديه بتاع فانزو باتوا محبوسين ده مش حقيقي. هو ما قالش للناس تنزل، هو كان في حفله للجوكر وكان بيغني فيها تراك سياسي وكان عامل فيها زعيم الامه وسخن قوي، فالحكومه جت ولمت الفانز وهو راح كذا اسم عشان يضمن الناس دول، ودي من حكايات الناس اللي عصرت الموضوع وقتها، ان هو قاعد يلف على الاقسام عشان يخرج الناس وما يسيبهمش يباتوا في الحجز، ولكن ممكن برضو تكون الحكايات دي مش صحيحه. شريف منير في صار الليالي فاهم ده المتجه، انت اكيد اقرب لكاركتر خالد ابو. اوكي البارات دي كويسه، لان فيلم سهر الليالي كان فيه كاركتر شريف منير وكان فيه كاركتر خالد ابو النجا اللي كان بيعاني من مشاكل الحياه الزوجيه مع مراته، يعني فاللي هو انا شريف منير انت خالد ابو النجا ايه فاهم؟ عارف الميم بتاع كده وكده ده؟ ولكن هو قطع كلمه خالد ابو النجا في الاخر مش عارف ليه، يمكن عشان خالد ابو النجا بيتابع الراب وبيتابع الدسات دي وكان بيشير منهم حاجات قبل كده فهو مش عايز يخسره فاهم، فقطع الحته كده على اساس ما خدناش بالنا. مش اكيد بتبهروني بس اكيد بتقرفوني، سايبين المدامات في البيت مجتمعين لاجل ما تشتموني. البار بتاع سايبين المدامات في البيت مجتمعين لاجل ما تشتموني ده الجوكر قاله في تراك قديم من الدسات اللي نزلها على ام سي امين واريبيان نايتس، بس هنا هو بيقلب البار عليه لان وقتها كان الجوكر نازل بيف ضد
الاريبيان نايتس كلها، ودلوقتي ابي يوسف نازل بيف قدام مروان والجوكر الاثنين ضده. اي نعم هو معاه ميمو بس يعني فاهم، ميمو نزل تراك واحد لحد دلوقتي. فين التراك الثاني يا عم ميمو؟ صحيح المفروض في راوند 2 على مروان، ولا هتخش ترد على الجوكر بقى وتلعبكوا الدنيا؟ ايا كان اللي هيحصل انا مستني اسمع بقيه البيف، واتمنى ان المستوى في التراكات الجايه يبقى احسن. اتمنى ان ابي يوسف يرجع لنقطه قوته اللي بيطلع لنا منها تراكات محدش هيعرف ينافسه فيها، زي ما الجوكر في حته الستوري تيلينج صعب ان انت تجري فيها. ولكن انا شخصيا ما كنتش متوقع ان من كل الدسات اللي نزلت ابقى منبهر باداء مروان موسى وابو الانوار اكتر من اداء ابي يوسف والجوكر. ولكن اي حاجه ممكن تحصل انا مستني اسمع ومستني اقرا اراكم في الكومنتس تحت. اتمنى الحلقه دي ما تكونش ضايقت حد مني، انا عارف انها اكيد هتضايق، بس خلوا دماغكم مفتوحه شويه يا جماعه لتقبل الاراء، لان في النهايه دي كلها مزيكا يا جماعه. الراب كمزيكا فيها جزء كبير تكنيكال، بالذات في حته الليركس، لان هي كلها مصطلحات واحنا كلنا بنحاول نبين ان احنا فاهمين فيها. ويا اسطى بص ده عمل كام فلو، ده عمل ديليفريز، ده عمل مالتي سيلابل، ده عمل دبل مينينج، ودي طبيعه السين عندنا. ولكن في النهايه هي مزيكا، هي انترتينمنت. انت هتشوف حاجه جامده غيرك هيشوفها وحشه، وهو هيشوف حاجه جامده وانت هتشوفها وحشه. بلاش جو الالتراس والتعصب على مفيش، حب الرابر بتاعك ودعمه وانبسط لما ينزل تراك حلو، بس ما تبقاش قطع ودانك ومشي وراه وخلاص. بس كده، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، مع السلامه. بعت ولاد دايرتك لاجل الراب، لاجل الهرم على الانتاج، ومعاه الجوكر على الارشاد. كلامك كسبت وقت ما كنت بتقول الغنى.